السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم محمد بلوشي من قناة تكنولوجي توك كويت. اليوم إن شاء الله بهالفيديو راح نركز على الأبديت، كيف أو شلون ممكن نسوي أبديت لأجهزة iOS منها آيفون، آيباد أو آيبود. طبعًا في طريقة إنه ممكن نسوي أوفر دي إير اللي هي على الهواء، وفي طريقة ثانية اللي هي ممكن تصير عن طريق البي سي أو الماك. فتعالوا خلينا نشوف هذه الخطوات مع بعض إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم شايفين الديسكتوب اللي هو ماكنتوش عند الجهاز، الملف هذا اللي هو احنا منزلينه عن طريق الموقع اللي راح نشوفه بعد شوي، راح نوصل الجهاز اللي هو الآيفون. مثل ما شايفين طلعت لي نوتيفيكيشن انه في إصدار جديد موجود، فهذا ما له داعي. هذا الموقع اللي من خلاله تنزلون الابديت اللي موجود، راح نحطه في ديسكريبشن بعد شوي تشوفونه ان شاء الله. فهكذا راح نسوي داونلود الملف حسب الجهاز، ايفون ايبود او ايباد. بعد ما نوصل الجهاز طبعا هذه الايتونز تحب تسوي باك اب، طبعا يفضل تسوي باك اب على اساس انه كل شيء راح تنمسح. فاذا كان ويندوز راح نرعس شيفت وريستور، واذا كان ماك مثل ما عندي راح نرعس الالت وريستور، وراح ننقي الملف مثل ما احنا اخترناه من خلال الشاشه هذه. راح تشوفون الكرسر ماشي من جهة اليسار إلى اليمين أساس تصير عملية أبديت. للعلم فقط الإنترنت لازم يكون موجود على الماك أو الويندوز بحيث أنه راح يشبك الجهاز على أبل سيرفر. شنو زين فيه بالأبديت عن طريق اللي هو كاستم أبديت اللي احنا نسميه كاستم أبديت؟ ميزته أنه أسرع، خلال يمكن 3 دقائق إلى 5 دقائق ممكن تصير أبديت، وما له داعي انطر انا واشبك على واي فاي مثلا تلفوني بوقت واحد، ممكن اسوي ابديت حق كذا جهاز. فهذا شيء زين فيه. واحيانا مثلا جهازك فصل وصار فيه مثلا نوعا ما صار ديد وفجاه علق جهاز، وممكن من خلال هذه الخطوات تسوي ابديت حق الجهاز سواء كان ايفون الايبود او الايباد. فهذه عمليه جدا سهله ونفس الوقت ما تاخذ وقت، هذا شيء طيب أمانة. فبس حبيت أنه نشارك وياكم هذا الموضوع. ربما عندكم فكرة عن هذا الموضوع اللي هو أبديت عن طريق البي سي أو ماك، ولكن اللي ما عنده فكرة فممكن يستفيد من خلال هذا الفيديو أنه شلون ممكن تسوي عملية أبديت عن طريق البي سي أو الماك. فعقب ما تصير عملية الأبديت، تمت العملية، فراح طبعا جهاز يصير ريستارت، وعقب ما ريستارت مثل ما احنا شايفين ويلكم اللي هو الجهاز اشتغل في اصدار جديد. لما تروح على جنرال والاباوت راح نلاقي 9.1. فاتمنى عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والسبسكرايب. شكرا، في امان الله.